حبايبي الطيبين، هاي صفحتي على الفيسبوك، اللي يريد يتواصل وياي اسمها الطائر البابلي على الفيسبوك. حياكم الله حبايب الطيبين، وهذا فيديو جديد. حبايب، هذا الفيديو اليوم ان شاء الله عن المكملات الغذائية اللي نخليهن بالمي، طبعا مو بالاكل. يعني الاكل احنا متفقين ومتعودين دائما ان ننشر الاكل الطازج وشلون نخلي للطيور، وموجودة قائمة تشغيل كاملة بالقناة عن هذا الموضوع. اليوم جايب لكم خميرة البيرة مثل ما يسموها، واللي هي مكمل غذائي فوائده لا تعد ولا تحصى طبعا، وراح احكيها لكم ان شاء الله بعد ما نسوي لكم طريقة التقديم. طبعا طريقة التقديم بالمي، احنا شو نسوي؟ نجيب بطل ابو اللتر، بطل ابو اللتر مال بيبسي ذني السوالف، نخليه نترس بيه سي سي بالسرنجة، سي سي من هاي خميرة البيرة على اللتر. هسه راح نسويها ان شاء الله. هاي خميرة البيرة حبايبي، وهاي السرنجة اللي راح نستخدمها، طبعا سي سي واحد. هاي الروائح مال الفيتامينات كلش حلوة. هذا حبايبي سي سي واحد على اللتر. هاي شوية حركات لقطة الأكشن، يلا صارت. اي احب هذا الخبط. وهاي حبايب خميرة البيرة توزعت على كل الطيور. طبعا ممكن تجي بهذا الشكل اللي عندي، اللي انا نشرته، ممكن تجي باشكال ثانية، يعني مو شرط هاي زجاجة، بس انت خذها من طبيب بيطري موثوق حتى تكون الامور تمام، مثل ما يعني ماركه، مو تجيبها عاديه. وهسه راح ان شاء الله نبلش نحكي لكم عن فوائدها. حبايبي طبعا خميره البيره بالبدايه هي تشمل وتحتوي على المعادن والفيتامينات والاملاح اللي يحتاجها الطير، خصوصا المعادن بفتره تبديل الريش وفتره المرض وفتره التكاثر، والفتره اللي بعد الشفاء من المرض هم يستفاد منها. عن البوتاسيوم، السيلينيوم، النحاس، الحديد، مجموعة فيتامين بي المركبة، كلها موجودة بخميرة البيرة. من فوائدها تزود الجسم بالطاقة وتساعد على الهضم، عملية الهضم جدا مهمة، تساعد على توازن نبيت الجرثومة للأمعاء. الطيور اللي تمر بأمراض الطهيالة تحسن من أداء جهاز المناعة وتحسن الجهاز العصبي وتخفف من آثار الإسهال اللي يمر به الطير. سامعين بالبكتيريا النافعة اللي ينطوها للطيور أو يزودون جسم الطيور بيها، هي هاي موجودة أساسا بالطير، فأصلا خميرة البيرة تنشط عمل البكتيريا النافعة وتنشطها بصورة عامة، تساعد على يعني نمو الأفراخ وصحتهم، فالطيور اللي عندها زق وعندها أفراخ بداية فطم تقدر تنطيها لهم، وأكيد لأن تزودهم بكل المعادن والبروتينات. لأن حبايبي الفناجس السوبر جامبو طيناهن خميرة البيرة، طبعا ذن الافراخ ذا تشوفون شوفوا قامن يصابغن، ما بقى شيء، هذا واحد منهم حتى الوانه طلعت واللون المنقار تغير. خير من الله، هبني من انتاجنا، من فضل الله وبعد دعمكم، لان انتم اللي سويتوا لي واس عليهم. المهم حبايبي طبعا هن دا يشربن ويسبحن نفس المي، ان شاء الله خليهن مع السباحة. البلابل هواي سئلونا على البلبل القديم، النسية طبعا فترة بقت وما قدرت اسوي يعني اكمل تزاوج مالتها بداخل البيت بسبب اشياء خاصة، فبعتها الطيرة. والفحل للأسف طبعا بعد ما بقى يمي 4 سنوات تقريبا مات، فظليت فترة ضايج عليه، وتذكرون الفحل اللي كان يطير برا القفص وأليف كلش أليف، هو موجود حتى في فيديو يعني طالع وياي خارج القفص. المهم فلقيت ولبل هم عجبني، مواصفاته حلوة وراح عجيب ان شاء الله، وبعد ما ندري مبقي او مبقي هاي بعد مو هسة. واني طبعا من عشاق البلابل خصوصا صوته، اريد اشوف موضوع التغريد. الالفة مو كلش مهمة بالنسبة لي، بس هو اليف كلش اليف، بس التغريد اهم شيء. هسه راح نروح ان شاء الله نجيبه ونضيفه ويا هذا الفيديو. حبايبي طبعا المشربية وسخة من برا مو من جوا. حبايبي طبعا قبل فترة البلبل توك اللي كان عندي انتقل الى رحمة الله، والله حيل ضوجني وضوج العائلة، فحاليا كنت يم معرض الود وحصلت هذا بلبل كلش حلو اليف. هسه راح اشوفكم اياه، فاشتريته واحتمال لو اخليه بالغرفة هدت
لو اخلي بداخل البيت نتونس عليه، او اذا مليت منه وما فادني ابيعه احتمال، نشوف وين تصير الامور. بس هسه خفته وحبيت انزله لكم بالقناة، فمو تحسبوا احتمال اخليه واحتمال ما اخليه، بس هسه حاليا عجبني وجبته، لان انا البلبل بعد ما اريد استعز بلبل يعني بالوقت الحالي. هسه نوصل البيت ونجهز للقفص ان شاء الله والاكل. طبعا اليوم لقيت قب طري وما اشتريت للاسف، ما توقعت راح اشتري بلبل. المهم خلنا نوصل البيت ونصور لكم. حبايبي هذا القفص مالتنا مع البلبل القديم، وهذا البلبل ان شاء الله راح هسه نطلع. هاي بهاي خميس البيرة حتى للبلبل ننطيها، لان هاي البلابل بالطبيعة شوف تحتاج المكملات الغذائية، فتستفاد من خميرة البيرة. بسم الله ما شاء الله. طبعا حبايبي كلش انا من عشاق البلبل، لان احس بالطبيعة يعني صوته، احسه فعلا صوت الطبيعة. فشنو رأيكم نستمر بفقرة البلابل؟ اذا تحبون نستمر بها نجيب حتى طوارة نجيب ان شاء الله، اذا الله سهل وحصلنا، واذا اكو احد عنده طور قوي هم ممكن اشتري من عنده. انتو شوف شنو رايكم، نخلي اكثر من قفص يعني للقناة هنا نخليهن، وان شاء الله اذا حبيتون كتبوا لي نجيب بعد بلابل، وعندنا من عشاق البلابل بالقناة، واحتمال ما دام صارت عندنا غرفة للطيور يعني فان شاء الله نكاثرهن. اتمنى استمتعتوا بالفيديو حبايب الطيبين، راح اخليكم شوية ويا التغريد، وان شاء الله نلتقي بفيديو جديد. جميل.